ايش معنى كلمة زغموط؟ زغموط زغموط ها زغموط لهجة من اللهجة العدنية أكلة يعني. أنت إيش رأيك أنت؟ تظنها إيش؟ زغنوط. لا. زغموط. زغموط. أكلة يعني. زغموطي. واه كلمة حضرمية ولا؟ لا ما هي كلمة حضرمية عدنية. والله ما أنا داهني. فكر طيب إيش هي أكلة حاجة يعني جماد إيش هي؟ زغموط. لقب ايش؟ طيب انا ذاعي مش عارف اعرف انا ايش تعني كلمة زغموط. ايش زغموط؟ زغموط ايش زغموط؟ من اللهجة العدنية. اللهجة العدنية. فكر طيب هل هي اكلة لقب يطلق على شيء ولا ايش؟ انت في رأيك ايش زغموط؟ يعني جاي الحاجة ضيقة كده او شيء. مش ضيقة يعني تقدر تقول قربت بس مش ضيقة. زغموط. تقول لواحد يا زغموطي. أول مرة أسمعها. طيب في رأيك إيش هي؟ هل هي مثلا أكلة؟ هل هو لقب يطلق على شيء ما ولا كيف؟ لقب ذا زغموط لقب يعني صح؟ زغموط زغموط زغموط. رحت عدن انت؟ لا انا ما سكنت في عدن صراحه بس انه رحت يعني. هي لهجه عدنيه. تعطيني خيارات. ايش تعرف عن كلمه زغموط؟ زغموط زغموطي. تعرف شيء عن لهجتها العدن؟ انا درست في عدن. درست في عدن ما مرت عليك كلمه زغموطي؟ يمكن والله سمعتها بس ما اهتميت بمعرفة ايش معناها. خمن ايش معناتها؟ يعني قادر يتعامل يعني كفاءة وقدرة. رحت بعيد انت. زغموطي. سبة؟ لا ما هي سبة يعني بعيد بالك عن الشيء خليك في النية الطيبة. زغموطي زغموطي والله نهائيا يعني نقدر نقول ان مثلا انسان نوام كثير. يا اخي قوم يا زغموطي. لا ما له علاقة. زغموطي زغموطي. لا ما مرت علي. خمن زغ... ايش تعرف عن كلمة زغموط؟ زغموط زغموط. انت سافرت عدن ولا شيء؟ سافرت بس مش كثير. هي كلمة عدنية. زغموط يعني ممكن نقول ايش الله اعلم لكن انا بحاول. تخمين اي تخمين. زغموط من الازقه المكان الضيق. ذاك يقولون له زغطوط. زغطوط عندهم المكان الضيق. حاجه صغيره يعني. بالضبط يعني شيء صغير. زغموط يعني مثل الدس ولا نظرانيه. لا دوكير برضو لها من اللهجه العدنيه. ديكور كده قصده. لا ما عرفته. ديكور دوكير. دوكير حق شكلها جماد. دي جماد وسوق. بقرب لك انا. سوق سوق خضرة ولا سوق خضار؟ قربت. ما انت عارف دوكير ما هي كلمة انجليزية. لا دوكير. انا مستغرب فيها كده. عدنية؟ ايوه برضه عدنية. والله مش عارفها. دوكير في شيء عندهم يقولون له الدوكير. والله الدوكير لأول مرة اسمعها. خمن يمكن تجيبها مثل الأول. الدوكير. دوكير عبارة عن سوق. سوق لشيء معين. ايش هو السوق؟ ليش ممكن نقول ايش الدوكير؟ السوق للأثاث والم... لا بعيد جدا. للحاجات المستعملة؟ لا شيء يطلع من شيء يطلع من البحر. يعني للأسماك وهذا. ايوه عندهم سوق الصيد او سوق الأسماك يسمونه الدوكر. هو سوق بس سوق ايش؟ سوق القات. لا ما هو سوق القات. سوق لوه.
سوق الاسماك حقهم، سوق الصيد. سوق لا يسمونه دوكير. دوكير. انت تقول لواحد يا زغموطي، هذا الشخص زغموطي. زغموطي يعني صغير. صح جبتها. زغموط معناته صغير. صغير زغموط. وديكور. ديكور. دوكير. دوكير هذا سوق السمك حقهم. زغموط كيف يعني؟ زغموط يعني تقول واحد صغير قصير تقول له زغموطي. قال له زغموطي. أيوه. ممكن. دوكير والله ما عنده علم. سوق هو سوق. سوق دوكير عبارة عن سوق، بس سوق ايش يعني؟ حق خشب كذا الثلاث ليش؟ لا شيء يطلع من البحر عاد بعد كذا. سمك. سوق اسماك. سوق الاسماك يسمونه الدوكير. الدوكير برضو لما طلعت عدن ما رحت قدا سوق الصيد نهائيا. رحت الا كريتر الشيخ عثمان ملابس وذو الناس والمولات. طيب دوكير عندهم معناته سوق الصيد. دوكير معناته سوق الصيد. سوق الصيد سوق الاسماك. واو. دوكير دوكير دوكير. طب هذه دوكير لازم تحتاج الى طيب هو عبارة عن سوق. سوق. سوق لايش؟ دوكير للملابس. لا سوق سوق لحظة شوي انظر خلفك بتاع سوق السمك يعني. صح بس هل توقعت انها بتكون؟ لا صراحة اول مرة اسمع بها. تقدر تقول انها قصير او صغير يعني؟ هذا ولد زغموطي هذا ولد قصير او صغير. يا زغموطي مثلا. لا لا والله وضحت الفكرة. لا وضحت الفكرة. اول مرة تسمع بها؟ اكيد اول مرة. خير اول مرة اسمعها. سوق. سوق عندهم سوق. اي دوكير ما نتعرف سوق لشيء. ايش هو الشيء؟ ما ادري. سوق الصيد. سوق الصيد يسمونه دوكير. دوكير ايش معنى الدوكير؟ هذا انجليزي يعني. لا لا خلك من الدونت كير. لا هذه الدوكير يعني هل انت تهتم او شيء زي كذا؟ لا 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 دوكير مش انجليزيه ابدا. الدوكير هذه عدنية ولا؟ أيوة عدنية. دوكير يعني محل. هو محل بس هو سوق بالأصح مش محل بس. سوق حق إيش؟ حقات. لا ملابس نسائية. لا ملابس رجالية. لا سوق عصير. لا سوق أسماك. بس إني جبت مكان. لا ما جبت سوق أسماك. أنت قلت سوق عصير وسوق نساء وسوق غريب. غريبة حتى بالنسبة لي غريبة. ايش تعرف عن كلمة زغموط او زغموطي؟ والله ما بدي سمعتها. لا لا رحت عدن. رحت. هذه من اللهجة العدنية. لهجة انا خمن 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 حتى لو انت مش عارف خمن. تتوقع ايش اكثر نسمع نفداله كلها؟ لا زغموطي. ايش زغموطي؟ والله ما اعرف. طيب الدوكير. الدو دوكير الله اول مره نسمع. تعرف عن كلمه زغموط؟ زغموط اول مره اسمع هذه الكلمه. رحت عدن ولا ما رحت عدن؟ لا لا. طب خمن. زغموط ايش تتوقع؟ زكام. لا زكام. ايش دخل الزكام؟ طيب ايش معنى الدوكير؟ قاعده. لا خمن خمن يمكن تجيبها صح. ماشي صغير. ايش هو الصغير؟ زغموط مدري اذا انت قلت الاول زغموطي معناته صغير صح. دوكير ايش معنى الدوكير؟ من اللهجه العدنيه برضه للاسف. خمن يمكن تجيبها. دوكير يعني كلمة قديمة دي شكلها ولا من الحالي دحين ما سمعتها. أنا رحت عدن كم مرات ما سمعت حد يقول ليش. ما رحت قد السوق الصيد ولا بس نرجع عندهم سوق الصيد أو سوق الأسماك يسمونه الدوكير.